نايلون بوليمر 6.10 ودوره هو معاير 25 ملي من الماء ثم وضع مادة جكسم ريل دايلين والتقليب حتى الإيطار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي عبد الله صابر الخميس من برنامج موهبة الإثرائي مسار الكريستالات والبوليمرات. مهمتي اليوم إن شاء الله إني راح أحطم وضع محتويات الكوب الأول في الدورة. ووضع محتويات الكوب الثاني باستخدام ساق زجاجية حيث أن محتويات الكوب الثاني هي سيباكويل كلورايد وكلورايد الميثان. نلاحظ تكون طبقة نايلون بين الطبقتين.